انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. إسبانيا تنهي إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة، ومنظمة الصحة العالمية تتوقع نهاية الجائحة في أوروبا. الرئيسان الصيني والروسي يوقعان إعلاناً مشتركاً عن دخول علاقتهما عهداً جديداً. الثالثة مساءً في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. في السعي والعمل من أجل السلام وتحقيق شراكات استراتيجية ونموذجا يحتذى به في التعاون والعلاقات الدولية. طفرة نوعية في العلاقات بين مصر والصين جسدتها مسيرة من العمل والتنسيق المشترك، وترجمتها الزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية. كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، تلبية لدعوة خاصة من الرئيس الصيني. انطلقت النسخة الجديدة من الألعاب الأولمبية الشتوية في دورتها 24 بالصين، والتي تقام في الفترة من 24 فبراير الجاري بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جي بينغ، ذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين. للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد كبير من زعماء العالم. وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين، ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات، حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية. ولدى وصول سيادته للعاصمة بكين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. يعني بعد التحية أستاذ جمال، العلاقات المصرية الصينية يعني شهدت تطور ملحوظ منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية. أهمية هذه الزيارة لبكين حاليا والمشاركة في هذا الحفل. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل العلاقات المصرية الصينية علاقات لها بعد تاريخي هام جدا، ولكن بعد عام 2014 القيادة السياسية المصرية رسمت تاريخا ومستقبلا جديدا للعلاقات المصرية الصينية. ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتحقق من قبل في العلاقات المصرية الصينية. نتحدث عن عدد كبير جدا من الزيارات الرئاسية إلى بكين، نتحدث عن هذه الزيارة رقم 7 للسيد الرئيس
الى الصين، نتحدث ايضا عن دعوه الصين لمصر في عدد من الملتقيات والمحافل الدوليه الهامه. مصر كانت حاضره في البريكس في قمه مجموعه العشرين، ايضا في منتدى افريقيا مع الصين، وايضا في منتدى يعني تاريخ الحرير، كلها ملتقيات حرصت القياده الصينيه على دعوه الدوله المصريه لحضورها. وايضا هذه الزياره لها بعد اخر بعيدا حتى عن البعد السياسي والاقتصادي في العلاقات المصريه الصينيه، له علاقه بالبعد الحضاري والثقافي وتواصل الحضارات. وان العلاقات المصريه الصينيه لها عده روافد مختلفه لدعم هذه العلاقات، وبالتالي هي زياره استثنائيه ولها طابع خاص. بالطبع سوف يكون هناك ايضا بعيدا عن هذا البعد او اتساقا مع هذا البعد يعني نقاشا للعلاقات الثنائيه، هناك علاقات ثنائيه متميزه بنتكلم على ما يقرب من 20 مليار دولار حجم التجاره المتبادله ما بين مصر والصين. والبارز هنا ان المعدل الخاص بالصادرات المصريه ارتفع، بنتكلم على اكثر من او ما يقرب من 2 مليار دولار، وده مؤشر جيد جدا. نحن لم نعد فقط مستوردين ولكن ايضا اصبحنا الان مصدرين. ايضا الصين متواجده في العديد من المشروعات الاستراتيجيه المصريه غايه في الاهميه، نتحدث عن العاصمه الاداريه الجديده، العالمين، عدد من المشروعات الخاصه بالنقل على راسها طبعا القطار الكهربائي وغيرها من المشروعات. والصين في الحقيقه استطاعت ان يعني تصبح شريكا مهما جدا في محور تنميه قناه السويس وغيرها من المشروعات. اذا هو شريك استراتيجي للدوله المصريه، وانتقلت العلاقات المصريه الصينيه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى نقطه جديده، الى الشراكه الاستراتيجيه الشامله. وبالتاكيد كلما التقى الزعمين كلما وجدت افاق جديده للتعاون. استاذ جمال، يعني بذكر هذا برنامج السيد الرئيس الى الصين في هذه المناسبه، ايضا بيتضمن عقد مباحثات قمه مع الرئيس الصيني على هامش هذه المناسبه، فما هي اهم الملفات التي قد تتصدر هذه القمة، خاصة يعني في ظل حرص القاهرة وبكين على تنسيق المواقف تجاه قضايا عدة دولية أو إقليمية؟ بالتأكيد الوضع الإقليمي والدولي سوف يكون حاضرا، بنتحدث عن قضايا محل اهتمام مشترك ما بين القاهرة وبكين، على رأسها طبعا قضايا لا علاقة بالشرق الأوسط، على رأسها القضية الفلسطينية، استقرار الأوضاع في العديد من نقاط الساخنة في الشرق الأوسط، أيضا القضايا الأخرى السياسية الدولية زي مثلا قضايا المتعلقة بكورونا إذا صح التعبير، لأن كورونا أصبحت أيضا الملف الرئيسي على مستوى العالم. صحيح بالضبط، وأصبح لها انطباع أيضا أو تأثير على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالتالي بتكون حاضرة. ومصر والصين في الحقيقة من أولى الدول في العالم اللي ضربوا مثال لكيفية التعامل مع الأزمة والتعاون. صحيح. حتى في ظل ذروة الجائحة وكل ولا ننسى تبادل الزيارات أثناء يعني شدة الأزمة ما بين القاهرة وبكين. بالتأكيد هذا ما كنت أريد أن أشير إليه بالضبط، يعني فكرة إن العالم كله كان بيغلق الأبواب على نفسه، ولكن صحيح. القاهرة وبكين فتح تواصل. الأبواب على بعضهم البعض، وكان هناك تواصل ملحوظ وشحنات للمساعدات من القاهرة إلى بكين والعكس صحيح. وكان الأمر في الحقيقة يضرب المثل في كيفية التعاون وقت الأزمة. يكفي أن الصين وقتها قالت العبارة الشهيرة الصديق وقت الضيق، وبالفعل مصر دائما صديق صدوق للصين، وأيضا الصين دائما شريك وصديق للدولة المصرية. وأعتقد أن ملف جائحة كورونا والتعاون وأيضا تبادل الخبرات واستعراض الخبرات سوف يكون حاضرا. أيضا قضايا أخرى مهمة طبعا على رأسها التغيرات المناخية، خصوصا أن مصر سوف 27 صح بالضبط، وبالتالي هذا محور أساسي في نقاشات الدولة المصرية مع مختلف زعماء وقادة العالم، خصوصا أن مصر الآن لديها مسؤولية دولية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وقضايا أخرى مختلفة طبعا والشكل بالتأكيد نتواصل خلال خدماتنا الإخبارية عن أهمية هذه الزيارة وأهم الملفات على هامش هذه المناسبة. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تشهد علاقات مصر مع دول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة. تعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط مصر بعلاقات وثيقة أو تربط مصر بعلاقات وثيقة معها، امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين. حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين، خاصة في ضوء ما شهدته هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي.
تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي واصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي. الزيارات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات، ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين، انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر. وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين. قمة رابعة عقدت في هانغتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016، ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة. وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية. أهلا بكم من جديد. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الأفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما. ناقش المؤتمر جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تطوير مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة. وعلى هامش المؤتمر التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول ستيفن تاوسند قائد القيادة الأفريقية الأمريكية، حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والأفريقية. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو عبد الله قرداش جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية. وأضاف القادمي في تغريدة له على حسابه في تويتر أن القوات العراقية تواصل عملياتها النوعية في العراق من أجل ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيدا بالعمليات النوعية التي قادت في النهاية إلى دك وكر رأس التنظيم الإرهابي. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 وقرا حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق، ذلك خلال أسبوع. وذكرت الخلية في بيان أن الحصيلة قد شملت الفترة من 27 من يناير الماضي إلى 3 من فبراير الجاري، وأسفرت عن مقتل 5 إرهابيين بالإضافة إلى تنفيذ أوامر قبض بحق 54 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي، فضلا عن ضبط 14 عبوة نازفة. أعلن
أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا أن بلادها ستنهي إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق الأسبوع المقبل، لتلغي القرار الذي تم إصداره في أواخر ديسمبر الماضي بسبب زيادة غير مسبوقة في الإصابات بفيروس كورونا. أوضحت الصحة الإسبانية أن قرارها يأتي بعد تباطؤ مستويات العدوى بأوميكرون، ومن المتوقع اعتماد التغييرات اعتبارا من الخميس الموافق 10 فبراير الجاري. هذا وسيظل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة الداخلية بما في ذلك وسائل النقل العام والأماكن الخارجية عندما لا يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بمسافة آمنة تبلغ 1.5 متر بينهم. إذن هي أنباء متفائلة حملتها منظمة الصحة العالمية للقارة العجوز في خضم حربها على فيروس كورونا ومتحوراته. فبينما تواصل دول قارة أوروبا تسجيل أرقام قياسية بإصابات كورونا، رجحت المنظمة العالمية بأن تشهد أوروبا استراحة من الفيروس مع ارتفاع معدلات التلقيح. رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة قريبا، فطبقاً لتصريحات منظمة الصحة العالمية فإن أوروبا دخلت في فترة هدوء طويلة بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار متحور أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء. المنظمة العالمية أكدت أنه يجب أن ينظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب للقارة سلاما دائما، محذرة أيضا من أن التطورات الأخيرة لا تعني بأي حال أن الوباء قد انتهى. العديد من الدول الأوروبية قررت خلال الأيام الماضية تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، ففي السويد تم إلغاء معظم قيود احتواء الفيروس اعتباراً من 9 فبراير مع دخول الجائحة مرحلة جديدة تماماً. أما ألمانيا فهي تحاول التعامل مع أعداد قياسية للإصابة بالفيروس جراء تفشي أوميكرون، وباتت حالياً توصي الفئات الأضعف بتلقي جرعة رابعة من اللقاح، فيما اعتبرت سويسرا أن أوميكرون قد يكون بداية النهاية للوباء. وكالة الأدوية الأوروبية كانت قد توقعت أن يحول انتشار المتحور أوميكرون وباء كورونا إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه، معربة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة. سباق بين متحور أوميكرون سريع الانتشار وبين إمكانيات الدول الأوروبية في إعطاء جرعة معززة للقاح واقتراب فصل الشتاء على نهايته، تبقى أوروبا تعيش هدنة مع الفيروس المستجد. أعلنت شركة جنوب أفريقيا للتكنولوجيا الحيوية أنها توصلت إلى أول لقاح بتقنية ARN مضاد لفيروس كورونا، وذلك بالاستناد إلى لقاح شركة موديرنا على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في شهر نوفمبر. هذا وتدير الشركة جنوب أفريقيا مقرها كيب تاون هذا المشروع الذي يلقى دعما من منظمة الصحة العالمية وآلية كوفاكس للقاحات. تخطط اليابان للتوصية بارتداء الأطفال الذين يبلغون من العمر 2 أو أكثر كمامات في دور الحضانة، ذلك لحماية الأطفال والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة الياباني شيكيغو جوتو إنه مع استمرار الانتشار السريع لسلالة أوميكرون في اليابان، فضمن الضروري الدفع بهذه التوصية الجديدة للأطفال إلى الأمام. يشار إلى أن إرشادات مكافحة فيروس الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية بشأن دور الحضانة حتى الآن لا تتطلب من الأطفال ارتداء الكمامات في مرافق الرعاية النهارية، كما تسمح المسودة باستثناءات إذ أنه لا داعي لإجبار الأطفال على ارتداء الكمامات عندما يشعرون بالتعب أو يواجهون صعوبات في ارتدائها باستمرار. أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد من تلقوا الجرعات المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ نحو 27 مليون و590 ألف شخص أو
53.8% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة. أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب إلى أنه تم تطعيم 44.5 مليون شخص أو 86% من مجمل السكان بالكامل حتى الآن. ما زلنا في كوريا الجنوبية، حيث قررت الحكومة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين، ذلك لاحتواء سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. كما قررت الحكومة الكورية إعطاء أقراص علاج كوفيد 19 لمن هم فوق السن 50 عاما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدلا من 60 عاما حاليا، من أجل الحد من ارتفاع الحالات الخطيرة. وحذرت السلطات الصحية من احتمال زيادة حادة في الإصابات اليومية متأثرة بعطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي انتهت الأربعاء الماضي. استؤنفت الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى بالي لأول مرة منذ عامين، حيث فتحت إندونيسيا الجزيرة السياحية أمام المسافرين الأجانب من جميع البلدان، لكن لا يزال الحجر الصحي الإلزامي ساريا على جميع الزوار. وقال مدير العلاقات العامة في مطار بالي الدولي توفان يوستيرا أن الخطوط الجوية السنغافورية ستشغل خطا مباشرا منتظما من وإلى بالي اعتبارا من 16 من فبراير. هذا ويجب على المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل الحجر الصحي لمدة 5 أيام في فندق أو على متن قارب مصدق من وزارة السياحة. أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عزمها البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا في منتصف فبراير الجاري. وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن تصل 780 ألف جرعة من لقاحات فايزر في وقت لاحق اليوم بعد إخفاق الشريك اللوجستي في تحميل الشحنة أمس، وذلك تمهيدا لبدء حملة تطعيم الأطفال. خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 4 من مساعديه المؤثرين في أعقاب فضيحة الحفلات التي أقيمت خلال مرحلة الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا في مقر الحكومة. وفي بيان لها، أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون وافق على استقالتي مارتن ليوندرز السكرتير الأول لبوريس جونسون، والذي أرسل بريدا إلكترونيا إلى 100 شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو عام 2020. ومسؤول مكتبه دان روزفلت بعد عام على تسلمه هذا المنصب. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه استقالتي منيرة ميرازا مسؤولة السياسات ورئيس الاتصالات جاك دويل. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرد العسكري على احتجاج أوتاوا المستمر ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا ليس مطروحا في الوقت الحالي. وأكد ترودو أنه يجب على المرء أن يكون حذرا بشأن نشر القوات على الأراضي الكندية، مضيفا أنه لم يكن هناك مثل هذا الطلب للحكومة الفيدرالية. ومن جانبه قال قائد شرطة أوتاوا بيتر سلولي إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك استدعاء الجيش لإنهاء المظاهرة المستمرة من قبل بعض أعضاء مجلس المدينة. وقع رئيسا روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ على إعلان مشترك بين دولتيهما بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا. جاء ذلك خلال زيارة بوتين إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وبموجب هذه الوثيقة تعهدت روسيا والصين بالتصدي لتدخل أي قوة خارجية في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة، محذرتين من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية تشكل خطرا على الدولتين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية
إن الاتحاد الأوروبي قد أعد حزمة عقوبات قوية وشاملة لفرضها على روسيا إذا واصلت عدوانها على أوكرانيا. وفي تصريحات صحفية لها قالت إن حزمة العقوبات تتضمن تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي وفرض ضوابط على التصدير خاصة على المعدات التكنولوجية. من طور التهديد والوعيد لطور الإعداد والتنفيذ تتأهب أوروبا والولايات المتحدة بين لحظة وأخرى لمواجهة روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي أعد حزمة عقوبات قوية وشاملة لفرضها على روسيا إذا واصلت ممارساتها العدوانية على أوكرانيا. عقوبات مالية واقتصادية تشمل تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي وفرض ضوابط على التصدير خاصة على المعدات التكنولوجية، وقد تصل أيضاً لخط أنابيب نورد ستريم 2، مع تشديد فوندرلاين على أن إمكانية تشغيله تعتمد على سلوك روسيا. ولإثبات سوء نواياها، أعلنت الولايات المتحدة أن لديها معلومات حول مخطط روسي لتنظيم تمثيلية على شكل هجوم زائف للقوات الأوكرانية أو استخباراتها كذريعة للتوغل اللاحق في أوكرانيا، بينما رفضت الخارجية الأمريكية الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل بهذا الشأن. وبينما تواصل واشنطن تحذير موسكو من الإقدام على التدخل في أوكرانيا، تتمسك موسكو باتهامها الولايات المتحدة بتجاهل مخاوفها الأمنية بل واستخدام أوكرانيا كأداة لجر روسيا إلى نزاع مسلح، كما تطالب موسكو بضمانات أمنية تشمل تعهداً بأن حلف شمال الأطلسي لن يقبل بعضوية كييف نهائياً. أما أوكرانيا فمن جهة تؤكد أنها لا تريد الحرب وتسعى للسلام، ومن من جهة أخرى تحذر روسيا من أي خطوة عدائية قد تجلب عواقب وخيمة على العالم. وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بيان البنتاغون بشأن استعدادات روسيا لنشر مقطع فيديو مزيف بهدف إثارة الغضب ضد الحكومة في كييف وخلق ذريعة مسبقة لغزو أوكرانيا بأنه صادم. وكتبت في تغريدة لها عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن المخابرات الأمريكية لديها دليل واضح وصادم على عدوان روسيا غير المبرر ونشاطها الخفي لزعزعة استقرار أوكرانيا. وأكدت أن بريطانيا وحلفائها سيوصلون فتح الحيلة والدعاية الروسية. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل في موسكو. وأوضح قصر الإليزي أن ماكرون سيلتقي أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء المقبل في كييف في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية. وضاعف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذلك سعيا للتوسط في الأزمة. حث الرئيس التشيكي ميلوش زيمان كافة الأطراف المعنية بضبط النفس فيما يتعلق بالتوترات المتزايدة على الحدود الأوكرانية الروسية. ورجح الرئيس التشيكي أن تصعيد التوترات سيبقي على مستوى الخطاب وأنه سيتم إيجاد حل سلمي في نهاية المطاف. قررت الحكومة اليابانية تقديم 2,440,000 دولار إضافية كمساعدات إنسانية طارئة لتونغا التي تتعافى من موجات تسونامي وتساقط الرماد في أعقاب ثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر خلال يناير الماضي. وفي مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية الياباني إن المنحة ستقدم من خلال وكالات الأمم المتحدة وستستخدم في مجالات مثل الصرف الصحي والصحة والغذاء والاتصالات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصل سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تقل مساعدات إنسانية إلى تونغا خلال الأيام المقبلة.
ذكر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة أن العاصفة الشتوية الكبرى التي قطعت الكهرباء عن حوالي 350 ألف منزل وشركة من تكساس إلى وادي أوهايو من المقرر أن تغادر بنسلفانيا ونيو إنجلاند، وهما تواجهان طقسا متجمدا وتختنقان بالثلوج. وقال عالم الأرصاد الجوية لخدمة الطقس الوطنية في كوليدج بارك بولاية ميرلاند ريك أوتو إنه من المتوقع أن يتراكم ما يعادل قدما من الجليد في شمال نيويورك وشمال نيو إنجلاند، مشيرا إلى أنه يمكن أن يهدد بإحداث فوضى في السفر والخدمات الكهربائية في الشمال الشرقي قبل أن تتجه العاصفة إلى البحر في وقت متأخر من الجمعة والسبت. تستمر فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. تحياتي لك أحمد، وصف لنا الأجواء لديك الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب. اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، إقبال كبير جدا من قبل المواطنين والجمهور رغم برودة الطقس وهطول الأمطار من وقت لآخر منذ ساعات صباح اليوم. هناك إقبال كبير من المواطنين، وهذا يعكس حجم الإدراك والوعي الثقافي والحضاري للمواطنين، وخاصة من فئة الشباب الذين هم بأعداد كبيرة يقبلون على المعرض حتى هذه الساعة. نحن نتحدث عن انتهاء امتحانات نصف العام وبدء إجازة نصف العام الدراسي، وبالتالي كان الأمر متاح لكثير من الطلاب للحضور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك أيضا إقبال كبير على حفلات توقيع الكتب التي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب هنا داخل أرض المعارض، بالإضافة إلى أن الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعلنت أن يوم أمس يوم الثامن كان هناك أو وصل عدد الزائرين ل 164 زائر، وبالتالي وصل عدد الزوار المعرض حتى اليوم التاسع ما يزيد عن 700 ألف زائر في 9 أيام. ويتبقى 4 أيام فقط على انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ينتهي في 7 فبراير الجاري، وبالتالي فهي فرصة عظيمة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك تخفيضات كبيرة على الكتب، وخاصة المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم، مبادرة ثقافتك كتابك، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها. هناك إقبال كبير عليها، وهي أيضا هذه المبادرة حققت أعلى مبيعات حتى الآن في الدورة 53. أحمد، بمناسبة الحديث عن الانخفاض في أسعار الكتب، هل تبعت نوعية معينة يتم الإقبال على شرائها في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ الروايات والقصص سواء الدرامية أو الرومانسية أو قصص الرحلات، هناك إقبال عليها كبير من جانب زوار المعرض الذي أغلبهم من فئة الشباب، هذا فضلا عن الصالة رقم 5 وهي مخصصة بالكامل للأطفال. هناك أيضا أهالي وأولياء أمور يصطحبون أطفالهم لحضور هذه الصالة، صالة رقم 5. هناك إقبال كبير جدا عليها على شراء كتب الأطفال التي أيضا عليها تخفيضات كبيرة جدا مقارنة بالمبيعات الموجودة خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا بالإضافة إلى العديد من الندوات التي تقام على مدار هذا اليوم. اليوم أيضا الجمعة يستمر فعاليات المعرض حتى 9 مساء بخلاف باقي أيام الأسبوع الذي تنتهي فعاليته في 8 مساء. إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا زميل أحمد الحسيني، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين أكباج يرافقها دكتور جيرمي هوبكنز ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بالقاهرة، الأنشطة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة رقم 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري. أوضحت أكباج أن المعرض إحياء
وتأكيد على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي. وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الحالية لمعرض الكتاب، حيث تقام أنشطة الوزارة تحت شعار مصر بتتغير للأفضل، وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري، خاصة أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري. تشهد حالة الأرصاد الجوية انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وكافة الأنحاء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. ضعنا في صورة أخرى لتوقعات هيئة الأرصاد بشأن موجة الطقس غير المستقرة. بالفعل من داخل هيئة الأرصاد الجوية نرصد التقلبات الجوية المختلفة على مدار الأيام السابقة، وأيضا التنبؤات والتوقعات خلال الأيام القادمة نظرا للسحب والأمطار، وأيضا برودة الأجواء وكيفية تعامل المواطنين مع الأرصاد بشكل عام والأجواء بشكل عام. خلال الأيام الماضية رصدنا خلال الهيئة الجوية للأرصاد التنبؤات التي حدثت ربما معظمها بالفعل، وما زلنا بالطبع نستمر لرصد هذه التقلبات، ولكن نتحدث أكثر عن هذه التقلبات الجوية نظرا لليوم وخلال الأيام القادمة. معي الآن ضيفتي الدكتورة منار غانم، وهي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ كريم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. عايزين يا فندم نتكلم عن يعني تنبؤات خلال الأيام الماضية كانت المفروض هتنتهي اليوم، وبعد التقلبات الجوية المتواجدة كلمين عليها تنتهي إمتى، ويعني الآن الحالة الجوية خلال الساعات الماضية والآن كيف هي وكيف ترصدها المركز بشكل عام؟ هو احنا بالفعل يا فندم كنا نوهنا وحذرنا الامس ان احنا هنشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بدات من ظهر الامس. طبعا بدانا نشوف نشاط للرياح ورمال مثاره، وايضا سقطت امطار على بعض المناطق بالامس على بعض المناطق من شمال البلاد، بعض المناطق من القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري. اليوم كان ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، شهدنا منذ الساعات الاولى من الصباح سقوط امطار، كانت الامطار متفاوته الشده على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى. مع تقدم ساعات النهار بدأت الأمطار تسقط أيضا على سواحلنا الشمالية الغربية، والآن الأمطار بتسقط على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأيضا بعض المناطق من شمال الدلتا، بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بعض المناطق أيضا من محافظات الوجه البحري. متوقع طبعا خلال الساعات القادمة استمرار فرص سقوط الأمطار، لأن احنا بنقول الحالة تنتهي مساء اليوم، فاستمرار طبعا فرص سقوط الأمطار. طبعا الأمطار هتبقى شدتها متفاوتة من منطقة لمنطقة، هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الموجودة طبعا في جنوب الوجه البحري، بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى كمان إن شاء الله غدا هنبدأ نشاهد شبورة مائية هتظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجات الحرارة كمان هيبدأ فيها ارتفاع تدريجي، يمكن احنا اليوم سجلنا 16 على القاهرة الكبرى، متوقع غدا تكون 18، مع يوم الحد والاثنين هتوصل ل 20 درجة مئوية، فمزيد من التحسن في الأحوال الجوية. أيضا الشبورة المائية هتبقى هي الظاهرة الأساسية خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى طبعا زيادة فترات سطوع أشعة الشمس اللي هنبدأ نلحظها وحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية. لكن وارد جدا يحصل تقلبات جوية، احنا في فصل الشتاء شهر فبراير معروف دايما بالتقلبات الجوية السريعة، يعني منخفض جوي يعقبه مرتفع جوي، حالة استقرار وحالة عدم استقرار وارد جدا يحصل خلال الأيام القادمة مع نهاية الأسبوع بإذن الله. دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفية. يعني وكما شاهدنا هذه التقلبات الجوية ربما يعني مستمرة خلال الأيام القادمة، ولكن هذه الأيام منذ أمس وحتى غدا ستتوقف هذه التقلبات نوعا بسيطا أو فترة بسيطة. وأيضا نتحدث عن احتمال وجود الشبورة المائية خلال الأيام القادمة، لذلك أيضا نصائح للمواطنين بالتزام بالسرعات المقررة أثناء سيرهم على الطرق السريعة وغيرها من الطرق، وأيضا التقلبات الجوية المختلفة منخفضات ومرتفعات يرتفع وينخفض حسب بالطبع الرياح وحسب السحب المتواجدة خلال الأيام القادمة. والآن أعود إليكم مرة أخرى.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيدا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شددت على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي. هذا وأضافت أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائيا بإلغاء الفصل الدراسي الثاني. هذا وأشارت إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. قالت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يمثل حلقة وصل بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج ومختلف الجهات والوزارات المعنية بالداخل، من خلال مناقشة عدد من المحاور التي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي. وخلال لقائها بوزيرة التخطيط هالة السعيد، أوضحت وزيرة الهجرة على أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر. من جانبها قالت وزيرة التخطيط إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لاستعراض جهود الدولة في مجال تطوير الصناعة بمختلف محاورها. كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل اتفاقية التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. وأضاف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار لدعم الموازنة، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية. أكد المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أشرف حمدي على أن الجناح المصري بإكسبو قد شهد عددا من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث يصنف الجناح ضمن أكثر ثلاث أجنحة بإكسبو جذبا للوفود الرسمية والشخصيات العامة. وكان من أبرز هذه الزيارات الطبيب العالمي مجدي يعقوب، والذي أبدى سعادته بالمحتوى المبهر الذي يعرضه الجناح المصري ليعكس صورة مصر الحقيقية للزوار من كافة أرجاء العالم، مشيدا بالحيوية والطاقة التي تتحلى بها الكفاءات الشابة القائمة على إدارة الجناح، وكذلك قدرتها على استعراض مكوناته ببراعة أمام الجمهور. أكد وزير الزراعة السيد القصير على أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي فضلا عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، كذلك خلال حضوره لتوقيع عقد مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة. وأكد وزير الزراعة على أن المشروع الأول يهدف إلى زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، بينما يأتي المشروع الثاني بهدف تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان في قرى الريف بالبحيرة والمنيا. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من العام الجاري. وأوصت اللجنة بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم لتصبح 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر. يأتي القرار نتيجة
لتخطي سعر البترول عالميا حاجز 90 دولار للبرميل. هذا ويراعي القرار البعد الاجتماعي ومعدلات ارتفاع التضخم محليا وعالميا، حيث كانت الزيادة في الأسعار طفيفة ولم يتم تحريك أسعار السولار لضمان عدم حدوث قفزة في مستوى الأسعار. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، ذلك بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها ل 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السولار. هذا وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائق السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم استغلال المواطن. طلب شعراوي أيضا المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفوري لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل على المواطنين في التواصل الفوري في حالة وجود أي مشكلات تواجههم. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيز وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار. ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركاب. استعرض وزير البترول طارق الملا والكهرباء محمد شاكر التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمي المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة. وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تم وضعها حتى عام 2035، والتي تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في الوقت الحالي في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا رغم جائحة كورونا. فالكثير من مؤسسات التصنيف الإنمائي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر خلال السنوات الماضية. استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في مختلف القطاعات لتحسين المؤشرات الاقتصادية ومواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية مثل تداعيات فيروس كورونا. في أحدث تقرير لها أكدت وكالة موديز للتصنيف الإنمائي النظرة المستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر، مشيرة إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصا تجارية وافرة للبنوك. وأشارت موديز إلى أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصاً ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض. ولفت تقرير موديز إلى تعزيز احتياطات رأس المال للقطاع المصرفي متوقعاً استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك. هذا وتتجلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020 و 2021 في تطبيق السياسات النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
ترتحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة أيقونة الفن المصري نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا في الرابع من فبراير عام 2020 بعد صراع مع المرض. شاركت الفنانة نادية لطفي في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، فهي إحدى نجمات الصف الأول، يتذكرها الجمهور بأعمالها الخالدة الناصر، صلاح الدين، السمان والخريف وغيرها من الأعمال التي نالت الكثير من الإعجاب. نادية لطفي أيقونة فنية مصرية خالدة. ولدت بولا محمد مصطفى شفيق المعروفة باسم نادية لطفي في 3 يناير من عام 1937 بحي عابدين في القاهرة. أدت أول أدوارها التمثيلية في 10 من عمرها، وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما، وكان صاحب فكرة اختيار اسم نادية لطفي كاسم فني لها. ظهرت نادية لطفي للمرة الأولى في فيلم سلطان أمام الممثل الراحل العملاق فريد شوقي عام 1958، وتألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقدمت عدداً كبيراً من الأعمال من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها الخطايا وللرجال فقط والناصر صلاح الدين والسمان الخريف وقصر الشوق، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل ناس ولاد ناس عام 1993. عرفت نادية لطفي بنشاطها الوطني والإنساني، فكان لها دور هام في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب، بداية من العدوان الثلاثي وما تلاه من حروب، وتحديدا حرب أكتوبر المجيدة. وبعد مسيرة فنية حافلة، توفيت نادية لطفي في 4 فبراير عام 2020 بعد معاناتها مع المرض. رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ولم يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. إسبانيا تنهي إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة، ومنظمة الصحة العالمية تتوقع نهاية الجائحة في أوروبا. الرئيسان الصيني والروسي يوقعان إعلانا مشتركا عن دخول علاقتهما عهدا جديدا. إذن انتهت نشرة الثالثة، دمتم في أمان الله.